هاتفيا معنا من دبي دكتور نايل الجوابره المحلل الاقتصادي. اهلا بك دكتور نايل. والتقارير الصادره عن وزاره التخطيط التنموي والاحصاء في قطر تقول ان هناك تراجع في نسب منح رخص البناء في محافظات قطر، وايضا تراجع للاسعار المنشات السكنيه والتجاريه في عدد من المدن القطريه، كل هذا بسبب تراجع حاد في المبيعات من جانب المواطنين والاجانب. برايك يعني هذه العقوبات الان التي تعاني منها قطر نتيجة يعني المقاطعة لدول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، هل بدأت بالفعل تؤثر على الاقتصاد القطري؟ بكل تأكيد. مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. لكن إن هناك لها أثر كبير بالنسبة إلى المقاطعة وعدم دخول هذه المواد الأولية بالنسبة إلى عمليات البناء وتخارج المستثمرين بشكل أكبر، هو ما أدى إلى هناك تداول بشكل كبير على عمليات الترخيص، وأيضا أن هناك تخارج أيضا غير المستثمرين العمال بسبب عدم وجود وعدم اكتمال أموالهم المستحقة من قبل أشهر. هذا دليل على أن المقاطعة أتت بكلها بكل تأكيد على 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 النظام القطري، وأن يتراجع على بالفعل من ما كان يفعله بالسابق. إلى أن هذا التخارج أو هذا التخارج بشكل كبير من قبل المستثمرين أدى إلى تداول القطاع العقاري، طبعا هو عصب الحياة في قطر، وأن تنتظر قطر 2022 بفارغ الصبر إلى أن هذا القرار الأخير الذي ذكرته بالنسبة إلى الفيفا عليها أن تكون هناك تراجع بالفعل بكل تأكيد من الإرهاب أو احتوائه بشكل كبير. طب كل يعني ما يحدث في الاقتصاد القطري، هل تعتقد سيد نايل أنه من الممكن أن يحمل قطر على تراجع عن مساندتها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية وامتثالها للقرارات العربية في هذا الشأن؟ هذا ما نتمناه وهذا ما نريده بالفعل، أن يكون هناك وحدة متوحدة بالنسبة للدول العربية والدول الخليج العربي، أن يكونوا بصف واحد. الاجتماع الأخير مجلس الدول الخليج الذي عقد في الرياض قبل يومين هو أن يكون هناك وحدة متوحدة، أن يكون هناك ضربة بالنسبة إلى الإرهاب، وأن تكون قطر وهي تعتبر الشريك الرئيسي بالنسبة لدول الخليج أن تكون بالقرارات الموحدة بينها وبين الدول الأخرى، ليس أن يكون هناك دولة مختلفة بشكل كبير أو بشكل تنظيمية إرهاب بالنسبة إلى الدول الأخرى، بل هذا سوف يؤثر علينا ويؤثر أيضا على اقتصاد قطر واقتصادنا إذا استمرت بهذا العمل السيء. إلى أن المقاطعة من اليوم الأول في يونيو 2017 أدى إلى أن يكون هناك عزلة كاملة بالنسبة إلى الحدود البرية والجوية وأيضا البحرية بالنسبة إلى قطر، أدى إلى هناك تدهور كبير بكل القطاعات في قطر. شكرا لك دكتور نايل الجوابره المحلل السياسي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.